أهلا بكم ونستهل النشرة بالعناوين تؤكد رفضها المطلق لجميع المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية وتجاوز حقوقنا المشروعة كما تؤكد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية يعدون التطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ويقررون في اجتماع بيروت ورملا تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة نحن الذين اوقفنا الضم ونحن نحن فقط شعبنا الذي افشل صفقه العصر ولا احد يحملنا جمائل عباس يؤكد ان الفلسطينيين لم يفوضوا الى احد تحدث باسمهم وهنيه يعلن ان اسرائيل لن تكون جزءا من المنطقه والنخاله يدعو الى وقف الانصياع لامريكا تجدد الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الرئيس عبد الرب منصور هادي في أبيان جنوب اليمن التظاهرات المناهضة للعنصرية تتجدد في عدة مدن أمريكية بعد انتشار مقطع فيديو يصور اعتقال رجل أمريكي الأفريقي قبل مقتله في نيويورك رفض بيان الامناء العامين للفصائل الفلسطينيه بشكل مطلق جميع المشاريع الهادفه الى تصفيه القضيه الفلسطينيه وتجاوز الحقوق المشروعه، واعتبر البيان ان التطبيع طعنه في ظهر الشعب الفلسطيني والامتين العربيه والاسلاميه. ان الشعب الفلسطيني بمكوناته كافه وفي مقدمتها القياده الفلسطينيه المجتمعه اليوم. برئاسه الاخ الرئيس ابو مازن تؤكد رفضها المطلق لجميع المشاريع الهادفه الى تصفيه قضيتنا الوطنيه وتجاوز حقوقنا المشروعه كما تؤكد رفضها لاي مساس بالقدس ومقدساتها المسيحيه والاسلاميه وتدين كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال وتعتبر ذلك طعنه في ظهر الشعب الفلسطيني والامتين العربيه والاسلاميه وتدعو القياده الفلسطينيه شعوبنا واحرار العالم للتصدي بكل ما اوتوا من قوه لهذه المخططات. واكدت الفصائل الفلسطينيه في بيانها الختامي اتفاقها على تاليف لجنه لانهاء الانقسام خلال خمسه اسابيع. فضلا عن تاكيدها اقامه الدوله الفلسطينيه على كامل الاراضي المحتله وعاصمتها القدس، وان لا دوله في غزه ولا دوله من دون غزه. كما ونؤكد على اقامه الدوله الفلسطينيه على كامل الارض الفلسطينيه المحتله وعاصمتها القدس، ونؤكد هنا بانه لا دوله في غزه ولا دوله بدون غزه، ولادراكنا بوجوب توحيد الموقف على الرغم من وجود التباينات في الراي حول بعض القضايا فقد قررنا تشكيل لجنه من الفصائل ومن شخصيات وطنيه وازنه تحظى بثقتنا جميعا تقدم رؤيه استراتيجيه لتحقيق انهاء الانقسام والمصالحه والشراكه في اطار منظمه التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني خلال مده لا تتجاوز خمسه اسابيع لتقديم توصياتها للجلسه المرتقبه للمجلس المركزي الفلسطيني وبمشاركه الامناء العامون في ذلك الاجتماع كي نضمن الجميع تحت مظله الوحده الوطنيه واتفقت الفصائل الفلسطينيه على تاليف لجنه وطنيه لقياده المقاومه الشعبيه الشامله مؤكده ضروره الاسراع في انهاء الانقسام وتحقيق المصالحه والشراكه الوطنيه من اجل تحقيق الاهداف الاستراتيجيه التي تنص على انهاء الاحتلال واقامه الدوله الفلسطينيه. كما توافقنا على تشكيل لجنه وطنيه موحده لقياده المقاومه الشعبيه الشامله على ان توفر اللجنه التنفيذيه لها جميع الاحتياجات اللازمه لاستمرارها ومن اجل تحقيق اهدافنا الاستراتيجيه لانهاء الاحتلال واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله يتوجب علينا الاسراع في انهاء الانقسام وتحقيق المصالحه والشراكه الوطنيه وفي هذا السياق وكشعب واحد وموحد نعيش في وطن حر واحد، توافقنا على ضرورة على ضرورة أن نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة. من خلال الانتخابات الحره والنزيهه وفق التمثيل النسبي الكامل في دوله وفق المعايير الدوليه. الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد في كلمته خلال اجتماع الامناء العامين لفصائل المقاومه ان الفلسطينيين في بيروت لم ولي يفوضوا الى احد التحدث باسم قضيتهم وجدد رفضه ان تكون الولايات المتحده الوسيط الوحيد في المفاوضات. فاننا نؤكد على اننا لن نقبل بالولايات المتحده وسيطا وحيدا للمفاوضات ولا بخطتها التي رفضناها ورفضها المجتمع الدولي باسره لمخالفتها الصريحه للقانون الدولي. المبادره الامريكيه هي احاديه، قرار احادي جاء من ترامب. وبديش اتعمق اكثر واقول اراه ولا ما اراه ولا ما بعرف ما بهمني لكن هذه المبادره مخالفه للشرعيه الدوليه مخالفه لقرارات المجلس الامن والجمعيه العامه وحقوق الانسان. الرئيس الفلسطيني اشار الى ان القضيه الفلسطينيه تواجه مشاريع التطبيع المنحرفه واصفا الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي بالخنجر المسموم. ان لقاءنا هذا ياتي في مرحله شديده الخطوره تواجه فيها قضيتنا الوطنيه مؤامرات ومخاطر شتى من ابرزها ما يسمى بصفقه العصر ومخططات الضم الاسرائيليه التي منعناها حتى اللحظه بصمود شعبنا وثبات موقفنا ثم مشاريع التطبيع المنحرفه التي يستخدمها الاحتلال كخنجر مسموم يطعن به ظهر شعبنا وامتنا وما حصل اخيرا الاعلان الثلاثي من الولايات المتحده وإسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة هذه آخر الخناجر المسمومة التي يريدون أو طعنونا بها عباس قال إنه إذا نفذ الاحتلال قرار الضم فستتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية ذلك مؤكدا أن الفلسطينيين وحدهم من أوقفوا مشروع الضم نحن الذين أوقفنا الضم ونحن نحن فقط شعبنا الذي أفشل صفقة العصر ولا أحد يحملنا جمائل قلنا للجميع إنه إذا نفذت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أي من مخططات الضم ولو على سنتيمتر واحد من أرضنا المحتلة منذ عام سبعه وستين فسوف تكون حكومه الاحتلال ملزمه بتحمل المسؤوليات كامله في ارض دوله فلسطين كقوه احتلال وفقا للقانون الدولي واتفاقيه جنيف الرابعه من جانبه اكد رئيس المكتب السياسي لحركه حماس مع هنيه ان خيار الفلسطينيين هو المقاومه الشامله قائلا ان غزه استطاعت في قلب الحصار ان تبني نظريه ردع للعدو هنيه اضاف ان الشعب الفلسطيني هو من يبني المعادلات ولا احد يفرضها عليه وانا اقول حقيقه اخواني واخواتي لكل ابناء شعبنا لا يستطيع احد مهما كان اذا اراد ان يتجاوز حقوقنا التاريخيه وحقوقنا الثابته ان يفرض او ان يبني معادلات، الذي يبني المعادلات هو هذا الشعب. الذي يبني المعادلات هي هذه الشعوب الحره وهذه الامه ودول المقاومه والممانعه التي تشكل الاسناد الحقيقي لشعبنا ولقضيتنا. هنيئا اعلن الرغبة في التوصل الى اتفاق على استراتيجية نضالية كفاحية من خلال لجنة تضع كل التفاصيل وجدد التاكيد ان اسرائيل لن تكون جزءا من المنطقة. أنا ممكن أقول بأنه حركة حماس وهي جاية إلى لقاء وطني يبحث في المشترك نعم هي متمسكة بخيارها باستراتيجيتها نحن لن نعترف بإسرائيل لن نتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. لن نتنازل عن اي حق من حقوقنا اسرائيل ليست جاره ليست حليفه اسرائيل جزء من الازمه وليست جزء من الحل اسرائيل ليست جزء من المنطقه اسرائيل عدو وسيبقى عدو وخيارنا بالتاكيد المقاومه الشامله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أكد أن حركة الجهاد لن تقبل بأي ورقة تنزع غزة من محيطها الفلسطيني الوطني لا بالترغيب ولا بالترهيب وطلب النخالة الأمتين العربية والإسلامية بوقف حالة الانهيار في الانصياع للإرادة الأمريكية ولنرفع معا راية فلسطين وراية القدس والأقصى بدلا من راية العدو التي حلقت فوق مكه المكرمه والمدينه المنوره لتحط في الامارات لقد كان مشهدا حزينا وذليلا لامه تملك كل المقومات التاريخيه والحضاريه التي تؤهلها ان لا تكون في هذا الموقف الذليل نائب الامين العام للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين ابو احمد فؤاد اعتبر ان الطريق الذي يمكن ان يؤدي الى انهاء الانقسام الفلسطيني واستعاده الوحده الوطنيه هو الغاء اتفاقات اوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني مطالبا بطرد النظام الذي يطبع مع اسرائيل من جامعه الدول العربيه على الصعيد العربي من يطبع مع العدو الصهيوني سواء كانت الامارات او غير الامارات ينطبق عليه التالي او نطالب بالتالي نطالب بطرد هذا النظام او ذاك الذي طبع من الجامعه العربيه ونثبت هذا يصير من ثوابتنا نطالب فيه باستمرار النقطه الثانيه المقاطعه لهذا النظام من قبلنا ومن قبل أي قوى يعني تحررية عربية والنقطة الثالثة نطلب من شعب هذه الدولة أو تلك التي تطبع أن يتخذ موقفا ضد نظامه لأنه هذا حقنا طب أنت معتدي علينا نحن مش منك شيء أنت المعتدي إذا ما بدك يعني تعيدنا ما تأخذ موقف ضدنا وتدعم العدو ما هي اهميه انعقاد هذا الاجتماع الفلسطيني ما بين رام الله وبيروت؟ تقرير هبه محمود الاجتماع اليوم ركيزتان اساسيتان تتعلقان بالبعدين الزمني والمكاني وما يمكن ان يؤسسا له من نتائج وثمار لاحقه المفروغ منه زمنيا أهمية هذا الاجتماع وسط حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية وما قد يساعد به في ملفات إنهاء حالة الانقسام والنهوض بمنظمة التحرير ومواجهة صفقة القرن ولا سيما بعدما منعت الخلافات السابقة هذا الالتقاء أما مكانيا فإننا أمام أول اجتماع من حيث المستوى والعدد بين أمناء الفصائل الفلسطينية وقياداتها في رام الله وفي ضيافة السفارة الفلسطينية في بيروت كما تكمن أهمية الاجتماع ولاسيما المنعقد في بيروت في نجاحه في تجاوز العقبات والموانع والضغوط التي مورست لمنع انعقاده وكادت تنجح وأدت إلى تأجيله أكثر من مرة ولولا أهمية هذا اللقاء لما حاولت أطراف عديدة منع انعقاده وعرقلته لكن اللقاء حدث لا بل حضر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد 28 عام غياب عن بيروت عاصمة المقاومة في بعد موازن يتجاوز كل الخلافات التي سبقت ذلك لا شعار مختلفا بين فصيل فلسطيني واخر لكن رام الله وبيروت تدركان كما ادركت سابقا دمشق والقاهره والدوحه ان الشيطان يكمن في التفاصيل تحتاج القيادات الفلسطينية إلى عملية استئصال للمصالح الفصائلية بمشرط يزيل التفرد ويفسح المكان لنمو المصلحة العليا ويحتاج الفلسطينيون بشدة إلى الانتقال من مرحلة الأقوال الى الافعال وقد يؤسس اجتماع بهذا الشكل بادره وبذره لمؤتمرات شعبيه وسياسيه وكما تحققت نبوءه محمود درويش في قصيدته هيروشيما بيروت لعل نبوءات اخرى تتحقق عندما قال في بيروت تغرين الف بدايه مفتوحه بابجديات جديده بيروت خيمتنا ونجمتنا أفادت مصادر الميادين برفض مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية تسلم الرسالة الرسمية لبعثة فلسطين بشأن طلب اجتماع يتخذ موقفا من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي إلى ذلك أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي يعكس الجهود المبذولة منذ أكثر من مئة عام مضيحة أن خطوة الإمارات هي خطوة سعودية ونقلت عن مسؤول إماراتي رفيع المستوى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يريد زيارة القدس شخصيا لأنه يسعى إلى سلام شامل مع إسرائيل هذا وكشف تقرير لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن إمكانية إقامة علاقات مع ثلاث دول خليجية أخرى هي تواليا عمان والبحرين والسعودية أعلنت البحرين أنها ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات وإسرائيل أجواءها وقال مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات البحرينية أنه صدرت موافقة على طلب إماراتي بشأن الرغبة في السماح بعبور أجواء البحرين للرحلات الجوية الآتية إلى الإمارات والمغادرة منها إلى الدول كافة بما فيها إسرائيل اصيب اربعه فلسطينيين في اعتداء مستوطنين على سيارتهم قرب بلده ترمسعية شمال شرق رام الله واوضحت مصادر طبيه ان اربع اصابات وصلت الى مجمع فلسطين الطبي في مدينه رام الله احداها وصفت بالخطره وهي لمواطنه حامل وفي شهرها التاسع بعدما رشق مستوطنون سيارتهم بالحجاره. هذه النشره مستمره لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد تجددت المواجهة بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في منطقتي الطرية والشيخ سالم شرقية محافظة أبيان جنوب اليمن وكان أربعة عناصر من القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصيبوا في غارات لطائرات مسيرة مجهولة في محافظة أبيان جنوب اليمن وأفاد مصدر عسكري يمني وكالة سبوتنيك بأن طائرتين مسيرتين مجهولتين نفذتا غارتين على قوات هادي في منطقة شقر الساحلية بمديرية خنفر شرقية مدينة زنجبار في أبيان نفت اليونان أن تكون قد وافقت على إجراء محادثات بوساطة حلف شمال الأطلسي مع تركيا لتهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يان ستولتنبورغ قد اعلن ان اليونان وتركيا اتفقتا على اجراء محادثات في مقر الحلف لتفادي اي اشتباكات عارضه في منطقه شرق المتوسط وقال ستولتنبورغ في بيان ان الاتفاق جاء عقب مباحثاته مع رئيسي البلدين هذا واعلنت وزاره الخارجيه التركيه ان انقره مستعده للحوار بشان ازمه شرق المتوسط من دون شروط مسبقه. الخارجيه اكدت دعم تركيا لمبادره الامين العام لحلف الشمال الاطلسي لتخفيف التوتر شرق المتوسط مشيره الى انها تتوقع من اليونان الاستجابه لهذه الدعوه. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تقيم نتائج الجلسة الثالثة للجنة الدستورية السورية في جنيف بشكل عام إيجابا مشيرا إلى أنها كانت مثمرة ومفيدة للغاية رغم عدم حل كل القضايا لافروف أضاف أن موسكو تعير اهتماما كبيرا لما يجري على الأرض إلى جانب العملية الدستورية لافتا إلى أنها ستستمر في دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في الشرق السوري تحرك اماراتي سعودي بدفع امريكي والهدف محاوله تكريس الاحتلال في المنطقه والغائب الحاضر اسرائيل فكيف يوظف التعاون الاماراتي الاسرائيلي على الصعيد الاستخباري ديما نصيف قوة عسكرية سعودية وصلت إلى قاعدة الشداد الأمريكية شمال سوريا قبل أيام، القوة التي انسحبت من قاعدة التاج في العراق ضمن قوات للتحالف الدولي إلى سوريا لم يتضح مصيرها بعد، وإن كان الانسحاب تمهيداً لإعادتها إلى الرياض أم هي طليعة قوات سعودية ستتسلم مهماتها في منطقة ذات غالبية عشائرية، تمتد من ريف الحسكة الجنوبي إلى دير الزور والرقة. وكان يمكن للخبر ان يتوقف هنا لكن ما نشرته وكاله الاناضول التركيه عن تقديم الامارات دعما استخباريا كبيرا لقوات البي خلال العامين الماضيين بعد لقاءات سريه مع قاده عسكريين كرد وارسال ضباط وعناصر استخبارات وخبراء تقنيين يفتح السؤال عن المساعي الامريكيه لتوزيع الادوار بين الرياض وابو ظبي في شرق سوريا <applause> واشنطن الساعية لتهدئة الغضب العشائري تلجأ إلى الرياض كما يبدو لاستثمار الرابط العشائري أولا ومنح العشائر تطمينات تجاه ثقل القرار الكردي في المنطقة الذي استفزهم وأخرج عشرات التظاهرات امتدت إلى أكثر من منطقة على خلفية اغتيال شيوخ ووجهاء من قبيلتي لبجارة والعجيدات واحتجاجات طالبت بمغادرة قصد والتحالف الدولي مع التهديد بالمقاومه الشعبيه المسلحه وتبقى من غير الواضح ملامح الدور السعودي او الاماراتي شرق الفرات بانتظار تثبيت القوات السعوديه لوجودها على الاراضي السوريه وانتهاء مهله الشهر التي منحتها قبيله العجيدات للتحالف لاخراج قصد وترك حكم المنطقه عسكريا ومدنيا في ظل الانباء غير المؤكده عن تصاعد ضرب اهداف للتحالف اخرها كان باستهداف قاعده حقل العمر منذ ايام متعدده واشنطن تبحث عن طرف يتوسط التباين بين العرب والكرد بعد فشل توسيع تحالفهما لاحتواء التوتر في منطقه تعد خزان البلاد النفطي وسلته الغذائيه والامساك بورقه العشائر ضد دمشق ومحور طهران موسكو وورقه قصد العمود الفقري للقوات البريه التي تكرس احتلال الشرق السوري دي مناصف دمشق الميادين تجددت التظاهرات المناهضة للعنصرية في عدة مدن أمريكية بعد انتشار مقطع فيديو يصور اعتقال رجل أمريكي افريقي قبل مقتله في نيويورك أسرة الضحية دانيال فرود طالبت باعتقال افراد الشرطة المسؤولين عن وفاته التي حدثت بعد سبعة أيام من الواقعة وقد امتدت الاحتجاجات بين روتشستر وساحه تايم سكوير في نيويورك وذكرت وسائل اعلام امريكيه ان الشرطه اطلقت رذاذ الفلفل على المتظاهرين واعتقلت تسعه منهم. في الختام اليكم تذكيرا بابرز العناوين. تؤكد رفضها المطلق. لجميع المشاريع الهادفه الى تصفيه قضيتنا الوطنيه وتجاوز حقوقنا المشروعه الامناء العامون للفصائل الفلسطينيه يعدون التطبيع طعنه في ظهر الشعب الفلسطيني ويقررون في اجتماع بيروت ورام الله تصعيد المقاومه الشعبيه الشامله نحن الذين اوقفنا الضم ونحن نحن فقط شعبنا الذي افشل صفقة العصر ولا أحد يحملنا جمائل عباس يؤكد أن الفلسطينيين لم يفوضوا إلى أحد تحدث باسمهم وهنية يعلن أن إسرائيل لن تكون جزءا من المنطقة والنخال يدعو إلى وقف الانصياع لأمريكا تجدد الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الرئيس عبد الرب منصور هادي في ابيان جنوب اليمن التظاهرات المناهضة للعنصرية تتجدد في عدة مدن أمريكية بعد انتشار مقطع فيديو يصور اعتقال رجل أمريكي أفريقي قبل مقتله في نيويورك وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعينا باللغه الاسبانيه اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعه الى اللقاء